الله خصهم بالنصر والظفر أنا يكون فلا يخشوا من الضرر كم جحفل مزقوا بالمرهق الذكر شهيدهم فاز من مولاه بالوطر وخصمهم باء بالإحراق في سقر ولم ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم مولاي الله ينجي فؤادي من غوائلهم الله ينجي فؤادي من غوائلهم لأنه قد تمادى في تجاهلهم لا يستطيع نجاة من مقاتلهم باع الجنان بما يجلي بباطلهم واستبدل الخلد بالفاني كجاهلهم ومن يبع آجلا منه بعاجله يا ذله الغبن في بيع وفي سلم مولاي صل وسلم الله يؤتينا رشدا عند صادمة لأنفس الخلق كم جاءت بها دمة فلا تدعنا لزلات ملازمة وهب لنا يا إلهي حسن خاتمة وهب لنا يا إلهي حسن خاتمة وهب لنا يا إلهي حسن خاتمة من بعد زورات لا سكان كاظمة وأذن لتحدي صلاة من كذا على النبي بمنهل ومنسجم مولاي على حبيبك خير الخلق كله